Как там говорит Шаша? كده كده صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيكم في بلوج اليوم. يا زي ما تشايفين حطيت حليب كورنفليكس، والسبب يعود إلى نسيت إني أروح أقضي للبيت. ما في بيض، ما في خبز، إيش كمان ما في من الشي اللي نبغاها؟ طبعا كورنفليكس صديقي المفضل من يوم وأنا صغيرة، من وأنا فتفوتة جدي الله يرحمه كان يسوي دائما كل يوم كل يوم، من يوم انا فتفوت، انا من يوم انا فتفوت انا عايشة مع اجدادي، يعني كلنا في بيت واحد. دائما الله يرحمه يسوي حليب عدني، ولا في حياتي السابقة ولا حياتي الجاية ولا حياتي الحالية راح اذوق زي هذا الحليب. اما بقولوا عنه حليب عدني، شاي عدني، عارف الحين بتجلسون تضربون في الكومنتس. مرة لذيذ، ما أعرف كيف كان يسوي جدي، مع إنه كان يسويه قدام عيوني وكان يعلمني. حتى لما كنت وصلت لمرحلة الثانوي كان يقولي تعالي يلا بوريك بوريك، يعني خلاص كبيرة واعية مرحلة الثانوي، يعني فاهمة كيف أقدر أسوي الشيء. مع ذلك ماني قادرة أتقن نفس الشيء، ولا قدرت ولا أحد في العائلة قدر يتقن نفس الشاي اللي كان يسويه. مستحيل الطعم لذيذ. فإيش كان يسوي جدي الله يرحمه إن شاء الله؟ كان يسوي دائما شاي عدني، حليب عدني مع كورن فليكس خلاص. وعمتي انا وياها نجلس ومتحمسين جدي يلا يسوي الحليب، ونسوي كذا كورن فليكس مع الحليب حق جدي، بعدين نحط عليه جبن هنغاري. ايش طعم! فكثير ناس كانت تستغرب في الفلوجات حقت السابق انه ايش فيها رنا تفطر شاي عدني حليب عدني مع كورن فليكس، ليش مو مع حليب ابيض؟ ايوه، لاني انا تعودت من وانا صغيره كذا مع جدي الله يرحمه. فالحين انا راح اسوي نفس الشيء، راح اسوي شاي عدني بطريقتي انا اللي متوفره حاليا، يعني حتى الحليب طالعوا، حتى الحليب ما في الا قليل مره. بحاول اسوي على مقاسي، على مقاس الصحن. لازم استخدم سكر، بس راح استخدم كميه قليله مره لانه اصلا كورن فليكس حالي، فاهمين؟ المفترض انكم تستخدمون شاهي حبوب، مو زي كذا، يعني ايش يسمونه هذا الشيء، الكيس، كيس الشاهي. الافضل انكم تستخدمون حبوب كذا قد كذا، مثلا كذا بس بالاصبع، كمية بسيطة. بس أنا راح أستخدم كيس الشاي لأنه ما عندي، حخليه يطبخ. أوكي، تخلونه على النار يطبخ لمدة كذا قولوا 5 دقائق، لين تبدأون تشمون كذا في ريحة مرارة خفيفة، موية مغلية. أوكي، على نار هادية راح أحط كل الحليب هذا هنا في صحن. جدي الله يرحمه كان يسويه زي كذا، كان يذوب الحليب لوحده والشاي يطبخ لوحده، مو كله مع بعض عشان ما يتكتل كذا ويصير مزيج مو حلو. لما تذوبون الحليب ما تحطوا مويه حاره ولا مويه بارده. طبعا الشاي العدني تحطين فيه زنجبيل، في ناس تحط عليه زنجبيل، مسمار، مو مسمار حديد، هيل، زعفران، يعني كذا، يعني كل واحد ايش يحب، فهمتوا؟ بس عشان بما اني انا راح اكله مع كورن فليكس فما راح احط هذه الاضافات، فقط حليب وشاهي بس. عشان تجلسون تقولوا لي ليش طب تسمينه شاي عدني وتسميه شاي بالحليب، مدري ايه، ما ادري، خلاص كده انا بسميه. جبن هنغاري، غسلت نص الملابس، كانت هذه القطعة من القطع اللي أمس غسلتها جديدة، أخذتها قبل أسبوعين تقريبا، لحد الحين ما لبستها، وتذكرت إنه قلت بخلص الشتاء وأنا ما لبستها. حلو كذا سويتر في 3 ألوان، بينك وأسود وأبيض ومقلم، مرة شكله حلو. السويتر هذا أخذته من برشكا، شايفين؟ راح ألبس عليها هذا الجينز، البنطلون الأسود من زمان معايا من بولمبير. بوريكم إيش طلبت الأسبوع اللي فات.
انتوا عارفين الفترة الأخيرة مرة صرت مهووسة بالمجوهرات المطليات، نفسي يكون عندي أشكال مرة كثيرة، صار عندي كذا هوس بنوع سلاسل معينة بس أبغاها تكون ذهب، يعني ما أبغى اكسسوارات. في نفس الوقت ما لقيت نفس هذا الستايل أو الديزاين ذهب عندنا موجود في السعودية يكون ذهب خالص يعني بالكامل، ما لقيت. وحتى لو لقيت بيكون في البراندات اللي مرة كبيرة سعرها مرة غالية. لقيت هذا الموقع طلبت لي كذا شكل، بحط لكم رابط الموقع تحت في صندوق الوصف وروابط الأشياء اللي أنا أخذتها كلها في صندوق الوصف يا بنات تحت. اسم الموقع اللي طلبت منه في دوما، إن شاء الله يكون كذا نطقته صح. فين كيف تجيكم التعليب؟ الموقع يا بنات طبعا يوصل للسعودية ويوصل للإمارات فقط حاليا، يعني مجانا، ياخذ في 3 ايام الى 5 ايام. انا لما طلبت وصلني خلال 4 ايام بالضبط. فبوريكم ايش طلعت. هي عباره عن فضه مطليه بذهب عيار 14 و16، في بعض السلاسل فيها احجار كريمه، اسعارهم جدا ممتازه جدا رائعه. شوفوا هنا شمواه، محفظه شمواه. اول شيء طلبته حلق، شايفين كيف الستايل يجنن، شيء مره جديد، شيء مره ما راح تلاقونه في محلات الذهب. طالعوا فيها لول، حبه لول، الثنتين مختلفه عن بعض. اسوره ناعمه ما طلبتها عشان تكون في يدي دائما، مره حلوه، فيها نجمه وفصه واحده كريستاله. شوفوا يا بنات هذا الحلق الثاني، اوبس، امانه مفخم، يجنن يا بنات، فخم فخم. ابغى اقرب عشان تشوفون التفاصيل. طالعوا شوفوا من قريب، شايفين كيف ستايل الموقع فينتج ومعتمدين يسمونها الحرف الرومانية، عشان كذا تحسون كذا أشكالها فخمة مرة وفينتج. شوفوا السلسال يجنن 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 يا بنات، أنا مرة مصدومة، مو يعني الحلاوة في الطبيعة مو قد الموقع، يعني اللي يشوفها يقول هذه كم دفعت عليها. فيها زي الصدف في النص، شايفين؟ لأن السلسال مرة حلو. شوفوا أنا ما ألبس أبداً حلق كبير، يعني حلقان كبيرة أبداً، بس طلبت هذا الحلق قلت عشان مع الفساتين، إذا كنت لابسة سلسال ناعم أبغى حلق مرة كبير يبان، يعني كذا يفخم باللبس. فطلبت هذا الشكل، الحلق ترى كبير يعني، بس مو مرة هذاك الكبر المزعج، لا كبر معتدل يعني جميل فخم. السلسال اللي قبل شوية إذا شايفين فيها صدف، شايفين؟ هذه البنت الموديل اللي في الموقع تعرض المجوهرات، شوفوا شكلها، شايفين بنات الحلق عليها هو نفسه ذا اللي قلت لكم عليه، شوفوا عليها كيف على البنت. هنا الحلق، بوريكم الحلق مرة ثانية لأني أنا مرة مغرمة بالحلق، شايفين كيف شكله؟ وصلتني رسالة منهم، طلبت خاتم، شايفين شكله قديش فخم. طبعا الخواتم عندهم مقاسات، يعني تقدرين تطلبين مقاسك، فيه أظن من 6 إلى 12، أنا طلبت مقاس 6، ياي على مقاسي. شوفوا أنا in love in love يا بنات. طلبت هذا الحلق كمان نفس الشكل كذا، فخامة طويل على شكل حلزوني وفيه لولو. هذا السلسال مرة ناعم، يمديك تلبسينه مع سلسال ثاني مثلا يكون أكبر حجما أو شيء زي كذا. نفس الديزاين حق الحلق اللي قبل شوي وريتكم يجي معاه، لأنه الحلق إذا شايفين شوية كبير، فاهمين؟ فيصير كذا شكلك مرتب، الحلق مرة بارز وواضح والسلسال ناعم مرة. ترى يا بنات قعدت على الموقع وأنا أنسق وأختار يمكن قرابة يومين، تخيلوا حقيقة والله، كله عشان أبغى يعني يصير عندي أطقم إكسسوارات البسة مع الفساتين مع الأشياء تكون يعني ممتازة، ذهب تصاميم جديدة وتكون حلوة يعني مرتب شكلي. هذا من أكثر الأشياء اللي كنت متحمسة عليها، تجنن. إذا شايفين أول شيء شكل السلسال، شايفين في كده زي الدوائر الصغيرة، بعدين هنا، بعدين هذه الثلاث السلاسل، شايفين كل واحدة شكلها مختلف، اللي في النص فيها فصوص لونها أخضر، شايفين؟ تجنن، فخمة فخمة تجنن، شايفين شكلها؟ مرة حبيت، تجنن. ترى الأسعار مرة ما راح تصدقونها بنات، بالنسبة للكواليتي اللي أنا جالسة أشوفه الحين الأسعار جبارة. هذه الأسورة أخذتها عشان أبغى ألبسها مع السلسال اللي وريتكم قبل شوية، لأنه فيه الفصوص لونها أخضر، شايفين؟ بس آخر قطعة، آخر قطعة يا بنات، نفس الأسورة اللي قبل شوية، نفسها نفسها بالضبط، الطقم حقها، شايفين؟ نفسها بالضبط.
اللي فيها فصوص لونها أخضر نفس الأسورة. يعني أقدر ألبس هذه كذا مثلا، تقدرين تلبسين اثنين مع بعض يطلع شكلك يجنن فخم. شوفوا كذا شكل الذهب يجنن. يعني صراحة بنات ترى مرة فكرة جميلة، لو كنت عروسة، لو كنت عارفة أحد بيتزوج، لو كنت عارفة أحد بيتخرج، واحدة ترقت في عمل، أي حاجة ترى ينفع هدايا، لأنه جميل جدا ومميز. شوفوا أنتم بنفسكم كيف التصاميم، طالعوا مرة فخامة يا بنات، فخامة فخامة، جميل جدا. رح أرجع أطلب خواتم أكثر، لأنه الخاتم كنت خايفة صراحة أنه ما يجي على مقاسي، طلبت 6 وأنا عارفة أنه مقاسي 4 بس طلع مرة ممتاز. برجع أطلب مرة ثانية بس بوريكم كذا نظرة. شوفوا هذا الحلق اللي فيه نجمة يمشي مع هذا الأسورة مع النجمة. هذا فخامة فخامة فخامة، تصاميم مستحيل تشوفون زيها أبدا. زي ما قلت لكم الشحن للسعودية مجانا وللإمارات مجانا، باقي الدول الصراحة ما عندي خلفية، ممكن تتواصلون معاهم وتسألونهم تشوفون. تذكروا لما وريتكم هذا صندوق المجوهرات اشتريته من H&M، فأرتب الحين كل المجوهرات هذه هنا، هنا راح أرتب السلاسل، هنا راح أحط الحلقان، هنا راح أحط الأساور والخواتم. ياي خلصت. وهذه المحافظ مرة حلوة راح أحتفظ فيها لوقت السفر. المهم جالسة أفكر الحين إني أطلع أروح أشتري لي ماوس، بعدين ممكن أروح المول ممكن لا، على حسب. وراح أخذكم معايا. طيب الحين أنا في جرير، جيت أدور لي على ماوس بس ماني عارفة من فين أروح. أبغى لحق الآيباد كمان، شي زي كذا زي كذا، حق الآيباد، آيباد ميني 2 أو 3 والله ما أدري، الصغير زي كذا. No thank you. خدت لي ماوس والحين بدخل في حياة مول، بجلس اتسوق اتغدى في له سوبر ماركت، هذا احلى شيء. احتاج واحد زي كذا شكله مرة حلو. هذه الكاميرا الفورية يا بنات عندي، بس احتاج الورق حقها ما عندي. شوفوا فيه كذا شكل، بروح اتغدى احسن لي. أبغى واحد جمبري وهامور مشوي. خلصت أكل الحمد لله، أخذت باقي الرز باقي الخبز، ما كملت السمك اللهم لك الحمد، طعمه مرة بحر، ما أدري كيف أشرح لكم. أما الجمبري أو الشريمب يجنن، طعمه مرة لذيذ. بروح الدانوب عشان أقضي شوية للبيت. أحلى فرع للدانوب هنا بنات، بقول لكم من فين أخذت حقة المراية حقة التسريحة، من هنا شايفين هذه هي. عندهم أشياء خرافية، شوفوا
أنا بحاول أغض بصري وأخذ الأشياء الأساسية، لأنه ما أقدر الصراحة لو اشتريت أشياء مرة كثير ما أقدر أشيلها لوحدي، لازم مرامي معي. What؟ مرة شيء غريب، شيء غريب. شوفوا إيش لقيت، بيكنج صودا حق الوجه، مقشر للوجه، تخيلوا حتى في غسول. شوفوا مكتوب أكثر من 60 مرة استخدام وليميتد إديشن، يعني الفترة محدودة وخلاص ينشال من السوق. شوفوا هذا الشيء، هيزل نات تشوكلت، كاتبين إنها عضوية ونباتية. رح أخذها أجرب. أحلى براوني في الحياة، خليط الفطائر. راح أخذ منه اثنين لأن أنا ورامي نخلصه بشكل سريع. ما راح تلاقون ألذ من ذي الماركة. تخيلوا قطعت يمكن 6 أو 7 شهور وتوها رجعت، اللي هو ميبل سيرب خالي من السكر للناس اللي تسوي رجيم، اللي ما تبغى تأكل سكر كثير. فأنا أسفة يا جماعة الخير، راح أخذ 3 أو 4 علب لأنه ينقطع بسهولة من السوق. ما أنا مصدقة بسوي مفاجأة لرامي. خلصت. وصلت البيت، بقي من الحليب حق الصباح. درجة الحرارة الحين أظن 12 أو 11. البيت حقي بارد، ما شغلت الدفايات نهائياً من الصباح. يا بشرب مشروب دافئ الحين، بضيف عليه شوية زنجبيل، وبرح أتفرج في مسلسل المفضل وانتظر رامي إلى أن يجي، لأنه اليوم رح يتأخر مرة كثير. أهلاً، يا هلا يا هلا يا هلا. هلا والله، صباح الخير. أول وصلتني هذه الأغراض ولحد الحين ما فتحتها، بس أمس أنا ورامي في الليل قبل ما ننام جلسنا عليها فتحنا وجلسنا نتفرج. بعدين قلت له ممكن تترك الأغراض هنا لأنه أبغى أوري البنات، أبغى أوريكم إيش اشتريت من آي هيرب ومن أمازون. وكل هذه المنتجات من الحين أقول لكم، كل ذي المنتجات لو عجبك منتج راح احط لك الرابط تحت في صندوق الوصف. اول حاجه حابه اقول لكم الاشياء اللي راح اوريكم اياها من اي هيرب، عندي كود خصم اذا حابين تستخدمونه، راح احط لكم اياه على الشاشه وايضا في صندوق الوصف. اول حاجه اخذتها اللي هو هذا الجلوفز. انا ما احب الجلوفزات الخشنه وتعورني بجلدي، تعرفون قلت لكم من اول انه جلدي مره حساس وما استحمل اي شيء، لا تقشير لا حمام مغربي ولا شيء، ما استحمل ولا شيء، على طول احمر وتصير بشرتي تعورني وما ادري ايش، مره مدلع بشرتي، مره مدلعه. الحين لما لمستها مره حلوه ناعمه، ما هي مره خشنه. كاتبين انها تنظف وتشيل الجلد الميت عشان تصير لكم healthy looking glow skin. بعدين اشتريت لي هذا الشامبو، الفروه اللي فيها قشره من ماركة جيسون، ممكن كذا تنطق. انه كاتبين انها تتحكم بالافرازات الدهنية في فروة الراس وتتحكم او تقلل من القشرة. بعدين اخذت لي هذا الصابون الافريقي الاسود، هذا الشيء استخدمه من زمان من زمان، مرة مرة يا بنات، من قبل ما اتزوج. انا ما اتذكر لو انا قد وريتكم في الانستغرام حقي، مرة من زمان عام 2014 حاجة زي كذا. مرة مرة جميل يا بنات، اتذكر قبل ما اتزوج كنت استخدمه كل يوم، كنت اتروش كل يوم وتعرفون كذا، اصلا ما شاء الله جو جدا رطب، وكان هذا الافريكان بلاك سوب كان مرة ما يجفف وزيادة يرطب بشرتي زيادة، ما كنت احس بالشعور الجفاف. كمان كانت رغوته مرة حلوة، يعني يرغي، فاهمين لما تحطين نقطة قد كذا ويرغي يرغي يرغي. أنا أحب الغسولات الجسم لما تطلع رغوة مرة كثير، أنا هذا الشيء مرة مهم بالنسبة لي إنه أشوف رغوة مرة قوية. لما شفته قلت ليش ما أشتري مرة ثانية وأعيد الذكريات من أيام العزوبية. يا اللي حاب تجربه راح أحط لكم الرابط تحت صندوق الوصف للبشرات الجافة، خصوصا وقت الشتاء لما بشرتك مرة تجف، أحس هذا الشيء مرة مناسب. جلست أدور لي على كريم للجسم، مرطب للجسم، بس أنا إيش أحب الكريم، ما أبغى الكريم يكون أنا أشيله بيدي كذا،
كان نفسي مرة يكون فيه عصار، فما لقيت إلا هذا النوع اللي فيه عصار، وكان بالأرجن أويل نوفر فيس هانز والأظافر والجسم وكل شيء، بس أنا طبعا بستخدمه بس لجسمي، مستحيل أحط في وجهي أي شيء. تونر هذا يقول لك إنه يجفف الحبوب والمسامات، يطلع منها الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وما أدري إيش. قلت لازم أجرب أدخل في العناية حقتي أو روتين العناية حقت البشرة شيء يجفف أكثر من اللازم. فكاتبين إنه مرة يجفف لدرجة إنه بشرتك من كثر ما هي إنه تقاوم الجفاف هذا اللي حصل في بشرتك تقوم تفرز دهون زيادة. هذا المقشر برضو من آي هيرب أكيور يمكن كذا اسمه، من مكوناته طين المغرب الأحمر وزيت الورد ومدري إيش، فبجربه لأن كان تقييمه مرة عالي ومن الأكثر مبيعاً أيضاً في المقشرات حقة الوجه. ففي منه كان أظن لون أصفر، وحطينا أظن اللون الأصفر للبشرة الدهنية أو حاجة زي كذا أو العكس تماماً، والله ناسية. بعدين أخذت لي هذا الإسفنجة، أخذت لي هذا أبغى أضيف حبوب الشيا لنظامي الغذائي أورجانيك ماما شيا، كمان أخذنا من آي هيرب. أيوة أخذنا بروتين بار اللي هو زي السناك بس يكون المكون الرئيسي حقه أو يكون عالي نسبة البروتين فيه جدا عالية. شوفوا القطعة الواحدة فيها 20 جرام بروتين، فأنا أخذت لي نكهتين شوكليت كيك وأخذت لي شوكليت بينت بتر اللي هو بزبدة الفول السوداني وطعم كيك الشوكولاتة. رامي أخذ هذا الشيء، علبة موية تخزين موية، نيجي على أغراض أمازون إيش أخذ. أول حاجة بوريكم هذا الشيء بنات، طبعا أنتوا عارفين قبل قد حكيتكم أنه رامي عنده حساسية من الناموس، أي ناموس في العالم يتحسس جسمه على طول، يبدأ يقب، مرات يسخن، تخيلوا. يعني أعرف أنه في ناس كثير تتابعني عندهم ممكن نفس الشيء، أو حتى ممكن أنتي أطفالك خصوصاً اللي ساكنين في مناطق جبلية في السواحل، هذه الأماكن يكون فيها ناموس مرة كثير. هذا الجهاز رامي شافه، هو جهاز لقرصات الناموس، في حال لو لقصك ناموس أو لقصك أنت ناموس طالعوا الراس حقه. دقيقة سوكم فوكس، شايفين هذا الراس؟ تضغطون من هنا، إذا كنت شخص بالغ تستحمل الحرارة تضغط هذا الزر، ولو كان عندك طفل تضغطين هذا الزر. هي من هذه الفتحة يصير في حرارة مرة قوية اللي تموت الخلايا واللي تموت الإنزيم اللي حطوا فيك الناموسة وسبب لك حكة. إن شاء الله يكون شرحي كويس، يعني أتمنى أنه رامي كان موجود هو يشرح لكم أكثر وأفضل مني، بس بالمختصر المفيد رامي جربه أمس، كان جام لقص من الناموس مرة عجب ويقولي جنن على طول، ارتاح، راحت قرصات الناموس، خف الاحمرار، وكان مرة حلو. بعدين اخذت لي من امازون اللي هو هذا الشيء بنات، هو باودر لمؤكتف واو حق بالفحم عشان يبيض الاسنان طبيعي. ايضا ترى مو بشرتي حساسة، انا كل شيء فيني حساس ومدلع، حتى اسناني جدا حساسة ما اقدر ابيضها ابدا ولا اقدر استخدم اي مبيضات. كاتبين انه هذا تبييض طبيعي وانه في ناس ما يعني اسنانهم جدا حساسة وما تحسست وما ادري ايش، فبعطيه فرصة اشوف. بعدين اخذت لي هذه يا بنات اللي هو بوريكم، مثلا عندي هذه الاشياء فوق، تذكرون اول سويناها مع بعض؟ اوكي، فمرات احتاج اني احط عليها ستيكر كذا زي الليبل اللي جلست ادور عليه في كل مكان ولقيته في امازون الحمد لله، والنوع اللي كان نفسي فيه اللي هو هذا النوع، هذا الخط اظن يسمونه فينتج، الخط هذا يسمونه فينتج، مره عجبني. تقدرين تاخذين لون احمر، لون الكتابه لون الكتابه ابيض، لكن لون الستيكر نفسه ممكن تاخذين احمر، ازرق، اسود، انا اخذت اسود. بعدين اخذت لي مصاصات حديد، اعرف انكم ممكن تستغربون ولكن انا ابغى اخفف من البلاستيك ومن استخدام البلاستيك، فقلت ليش ما اخذ لي مصاصات حديد وخلاص تدخل في غصات الصحون، ما يحتاج اني احطها مع الملاعق. واخذت لي شوفوا كيف عددها مره كبير وفي شكل مستقيم وفي مصاص منحني. ترى انا جالسه احاول، انا ما راح اسوي نفسي قدامكم اني انا انسانه مثاليه واني انا متزمته وكذا وخلاص واني راح اسوي، ايوه انا راح اسوي، بس انا قاعده احاول بس على الاقل اني اخفف بلاستيك.
فهذا أخذت لي glass cup اللي هو كوب قزاز للخروج من المنزل. لقيت هذا النوع مرة جميل، مرة شكله حلو، ديام لارج سمول، سمول أظن حق الناس اللي تحب الإسبريسو، قهوة الإسبريسو. هذا سمول، هذا ميديم أظن للشاهي، وفي اللارج إن شاء الله بعدين رح أشتريه في الصيف اللي هي المشروبات الصيفية عشان تقدرين تحطين ثلج. لو كان المشروب حار تمسكينه من هنا. برضو أنا بخفف استخدام بلاستيك. بتقولي كيف يعني يا رنا؟ إنه أنا لما أطلع محل مول، أطلع الكافي عشان أبغى أشتغل، أطلع الجيم، أي مكان أروحه لازم يكون معايا قارورة موية بلاستيك، ومرات حتى أعبيها من البيت. يعني البلاستيك هذه تقعد عندي يومين، وهذا الشيء مرة غلط. واحد عشان تقتصدين، اثنين عشان تقللين من استخدامك البلاستيك، قوارير الموية البلاستيك. أخذت لي هذه القارورة قزاز تعبينها موية 500 ملي وفيها سيليكون يحميها من عشان ما تصقعينها وتنكسر. يعني مرة حبيت. وشوفوا كيف حقها الراس، شوفوا راسها زي كذا، مرة رائعة. شوفوا الجو، الجو مرة مغيم. أهلاً، هلا والله فيكم. بس حبيت أسوي خاتمة للفيديو بما أني ما نهيت الفيديو. آخر شيء كان صورته زي ما أنتم شايفين هو بس الجو، قلت لكم بمطر بعد كذا ما عاد صورت، ماني فاهمة ليش. بس حبيت أقول لكم شكراً كثير مرة على تفاعلكم في الفيديو السابق. ما كنت أتصور أبداً أنه ممكن يدخل في ترند السعودية. خلال أسبوع أكثر من 500,000 مشاهدة، يعني كان شيء يعني ما شاء الله، اللهم لك الحمد. شكراً مرة كثير لدعمكم. حبيت أذكركم كالعادة كل مرة لا تنسوا تتابعوني في كل برامج التواصل الاجتماعي، لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتسووا لايك على الفيديو، واكتبوا لي إذا براسكم أي أفكار جديدة حابين أضيفها للفلوقات الجاية. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.